ومعها أمير المؤمنين تدخل إلى الحجرة. يدخل أمير المؤمنين معها تلتفت إليه تنادي يا ابن أبي طالب اشتملت شبلة الجنين وقعدت حزة الضنين نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزال افترشت التراب وافترست الذئاب. وإذا بأمير المؤمنين صلوات الله عليه يهدئها وهو يقول نهني عن وجنك يا ابنة الصفوة وسلالة النبوة فما وعنت عن ديني وما أخطأت مقدوري فإن قلت تريدين البلغى فرزقك مضمون وكفيلك معمون وما أعد لك خير مما زوي عنك. لكن ثارت حمية أمير المؤمنين التفت إلى قنبر قال يا قنبر علي بالسيف اللي عجل يا قنبر يا الذهاب إلى قبر والدك أنت عليلة أجلسي في المنزل. قالت لا بد من
مات يا ابو ابراهيم يوم من القبر شوف هانت الام حودنا ونسيت المرحوم من باب عسراني وعلي قاعد وإلى أرواح موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات.